في قانون الإيمان المسيحي مكتوب: تألم ومات، قبر وقام، وصعد إلى السماء. هذا جزء من الإيمان المسيحي. في هذه الفقرة رح أتكلم عن صعود المسيح ولماذا صعد إلى السماء. صعود الرب يسوع المسيح يعتبر آخر حدث له بالجسد كملك، جاء لزيارة ملكية وأنهى زيارته على هذه الأرض. فالصعود هو ضمن التواصل بين عمله على الأرض وعمله المستمر في السماء. طبعا الملائكة في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل قالوا للتلاميذ: ما بالكم واقفين تنظرون؟ إن هذا الذي صعد إلى السماء سيرجع هكذا بنفس الطريقة بنفس الكيفية من السماء. فصعود المسيح يعتبر جزء هام من العقيدة المسيحية والإيمان المسيحي أيضاً.